ركز يا ابن انت وهو اسمع وشوف دلوقتي نحط النقط على الحروف ده رسم السطح بتاعنا بالجوانب والظروف ايه احتياجاتنا ومن حاجتنا ايه سليم ونحدد خط نمشي خط مستقيم مش عايزين حد يخستع او شغل حريم يا رب جبها سليمة وكاملة العيال دي تافهة وهبلة هطلع واجرب يمكن اقرب انا مش هفضل دايما نملة احساس جوايا اني متفائلة عمري ما قبلت بتجربة فاشلة نخلص من اللعنة يكون لنا معنى مش جايين نتسلى العالي عالي جنة نبدأ بحط قانون وقواعد عشان لا نتشتت ولا نتباعد وكل واحد فينا يساعد هنا كلنا اشتغلنا أول البشاير مفيش سجاير ومطور المية مفضلش داير احنا حوالينا بيوت وعماير محناش قاعدين لحالنا ده مكاننا بقى بيتنا ونظفته نظفتنا ما كان له شنة ورنة والعالي عالي جنة محناش جايين نتسلى والعالي عالي جنة لسطح عمارتنا انا جاي معاك عزيمة همة ومتنطة ننظف السور والشباك ونحول الارض الفضة سطح عمارتنا مشروعنا مدروس متخطط وحلم مش راح يتحنط يا ابني ما تنضف اي والله شايفني مقدر صحيح والله بكره تشيلوني على الاكتاف ودي في اوامر واتشرد بطلت اخوتنا مش هفشل تاني اي والله ابعد يا كلاني صحيح والله بكره اللي جاي هيبقى جميل امسكي عني بقى يا مروه مشرع حياتنا النادي بيكم هينور تعالوا شوفوا مش بنحور ده جو تاني اي والله انسى واغاني صحيح والله يوم مشروع ونبص للشاشة نتصور مشروع حياتنا الله ينور يا جدعان يلا نفنش الحاجات الأخيرة ماشي يلا انا بقى في هنا شايفة حياتي من غير حياتي
نفسي احقق حلمي كان صعب وبعيد. ايام الجاية خايف منها خايف تيجي عليا، حبس نفسي جوايا من سنين، مش شايفني ومش عارف ابقى مين، ولا مرة يفهم نظرة بتقدم خطوة، هفضل واقف لإن